لغايه هذه اللحظه في ناس بتسال برضو انت نروح ناخد كورسز فين، او انت بتدرس فين، او انت بتدي كورسز فين. لغايه هذه اللحظه في ناس كتير قوي ما تعرفش ان انا عندي حاجه اسمها جيت واي. الجيت واي هو الشركه بتاعتنا اللي بندرب فيها الناس على الانجليش. مش هقول ان هم بياخدوا كورسات انجليش لان الطريقه بتاعتنا مختلفه شويه. فانا جاي النهارده اتكلم معاكم في حته يعني ايه بقى جيت واي واحنا موجودين فين. اول يوم في جيت واي كان يوم 6/4/2014، كنا موجودين فقط في الدقي. بعد فتره وبعد سنين الحمد لله من النجاح ابتدينا نقول طب خلينا نتوسع، وابتدينا نفكر في اول حاجه كانت اسكندريه. فرع اسكندريه كان اول يوم شغلي ليه كان يوم 13/7/2018. تعالوا بقى نعرف احنا بيحصل عندنا ايه في جيت واي. مجرد ما بتخش بتستفسر طبعا وبتعرف السيستم ماشي ازاي، وعندنا الشباب في الفرونت ديسك او في الكاستمر سيرفيس بيساعدوك ان انت تفهم كل حاجه هتحصل. بعد كده هتخش على المرحله اللي بعدها ان احنا بقى عايزين نعرف انت واقف فين في الانجليش. بالتالي هنحتاج نعمل لك حاجه اسمها بليسمنت تيست، او اللي هو اختبار تحديد مستوى عشان خاطر نعرف نبدا معاك منين. بعد كده بتبلغنا المواعيد اللي تناسبك انت تحضر فيها. عدد الليفلز اللي موجوده عندنا في جيت واي 16. طب هل ده معناه ان انا محتاج ان انا اخد من ليفل 1 لليفل 16 عشان خاطر ابقى كويس؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. الفكره انت عايز تقف فين. عندنا في جيت واي اي حد بيعدي ليفل 10 المفروض بيكون قادر ان هو يعدي انترفيوز بالانجلش، يخش انترفيوز في بنوك، يخش انترفيوز عشان خاطر يشتغل في مكان معين. لو الانترفيو ده بالانجلش بيكون قادر ان هو يعدي. طيب ايه اللي يخليه يحضر ما بعد كده؟ لو حابب ان هو بقى يعلم الاكسنت، لو حابب ان هو يتعلم اكتر عن الكالتشر بتاعه الانجليش سوسايتيز او المجتمعات اللي بتتكلم انجليش. اخر 3 ليفلز عندنا مخصصه قوي للناس اللي حابين يبقوا ترينرز او يبقوا انجليش تيتشرز، عشان بنساعدهم كتير على كيفيه تدريس الشيء. اللي بيحصل جوه الليفل ايه، او جوه السيشن اللي بيحصل ايه؟ عندنا مبدئيا كل ليفل بيتكون من 8 سيشنز او 8 محاضرات. كل سيشن فيهم بتبقى لمده 3 ساعات. اول حاجه هنتكلم فيها في كل سيشن التوبيك بتاع النهارده هيبقى عباره عن ايه. انت في كل سيشن بيبقى فيه توبيك او موضوع معين بنناقشه. تاني حاجه بتحصل ان احنا بقى بنبتدي نتكلم عن الكونتنت او المحتوى اللي مرتبط بالموضوع ده، سواء من كلمات، من جرامر، من اكسبريشنز، من ايديومز، من حاجات تانية كتير بتكون مرتبطه بنفس الموضوع، بحيث ان انت لما تيجي بعد كده تتكلم عن الموضوع ده في اي وقت من الاوقات بتلاقي عندك already knowledge، او بتلاقي عندك معرفة كافية ان انت تقدر تستخدمها زي كلمات وجرامر وما الى اخره، وتتكلم تستخدمهم في نفس الموضوع. احنا عامة في جيتواي بنعتمد رقم واحد على conversation، اللي هي ما اسمهاش conversation برضو عشان ما اختلفش كتير عن اللي انا بتكلم فيه في الطبيعي. احنا بنعتمد بشكل كبير قوي على conversation او المحادثة، يعني ازاي انك تتكلم انجلش من غير ما تخاف ومن غير ما تقطع. فجيت واي موجودة عشان تساعدك في تاني أكبر مشكلة بتقابلك اللي هي السبيكينج، حتة إنك مش قادر تتكلم. دي مرحلة الانبوت أو مرحلة إن أنت بتتعلم حاجة. طيب الموضوع وقف عند كده وخلاص؟ لا خالص، ده أصغر جزء بيحصل جوه السيشن. أكبر جزء بيحصل هو بقى براكتسينج أو ممارسة اللي إحنا اتعلمناه النهاردة. بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعمل أكتر من أكتيفيتي جوه الكلاس أو أكتر من نشاط بيحصل، سواء كان open discussion، سواء كان debate، سواء كان presentation وده اللي الناس كلها تقريبا بتكرهه، سواء كان role play. وشكل أنشطة أو شكل activities مختلفة كتير تعتمد طبعا على التوبيك أو الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة. قبل ما تخلص السيشن التيتشر بيقعد يفهمك المستيكس اللي انت عملتها النهارده او الاخطاء اللي انت عملتها النهارده، ويبتدي يكلمك على التصحيح بتاعها او الصح بتاعها ايه. بعد كده بيبتدي اخر حاجه خالص يحضرك للتوبيك او الموضوع اللي هيحصل في السيشن اللي بعدها. بتفضل بنفس النظام باختلاف طبعا الاكتيفيتي والتوبيك لغايه اخر سيشن موجوده في كل ليفل، واللي هي بيبقى فيها ايفالويشن. الايفالويشن او التقييم ده بيحصل بالنسبه لنا وبالنسبه لك عشان خاطر نقدر نعرف انت الامبروفمنت او كميه التحسن في خلال الليفل ده كله كان كافي ان انت تعدي للليفل اللي بعده ولا لا. خلينا اقول لك ايه الحاجات اللي مرتبطه بالانجلش اللي موجوده عندنا في جيت واي. لو حابب ان انت تحضر للايلتس، عندنا ايلتس بريبريشن كورس، كورسز للاطفال، كورسز كونفرسيشن اونلاين، كورسز برايفت كمان. فدي القصه اللي انا كنت عايز احكيها لكم النهارده. ولو عندك بقى اي اسئله اكتر من كده ما تنساش تسيبها في كومنتس. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.